ولكن نرجع برضو لقصة التسريبات. اتحاد كرة القدم طلع تسريبات انه هينزل بيان اعتذار للنادي الاهلي يوم الخميس. اعتذار ايه؟ اعتذار ايه؟ لا يوجد اعتذار قبل المحاسبة. اللي اهدر فرصة مصر والنادي الاهلي في نهائي دوري الابطال يجب ان يتم محاسبته. بعدها بقى يعتذر ما يعتذرش ماليش دعوة. كمان يقولوا او يعلنوا وجهة نظري انه او من المفترض ان ده يحصل يوم الخميس يعني. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر، ولكن اتمنى ان هو من المفترض ان هم هيعلنوا ان هناك خبير اجنبي لرئاسة لجنة الحكام. بعض التسريبات راحت كده لهذا الاتجاه، ولكن الحقيقة ان مفيش خبير اجنبي ولا حاجة. واللي هيحصل ان اتحاد كرة القدم هيعين لجنة حكام جديدة برئاسة سمير محمود كابتن سمير عثمان وكابتن ياسر عبد الرؤوف. انا بحرق لحضراتكم شوية حاجات كده ممكن تحصل يوم الخميس اللي جاي، ما نشوف بقى هيعملوا ايه. وخلي بال حضراتكم ان هم يوم الخميس ان هم هيعلنوا في اتحاد كرة القدم المدير اسم المدير الفني للمنتخب الاولمبي واسم المدير الفني للاتحاد كرة القدم علشان يغلوشوا شوية على هذه الامور. ولكن ومجموع وموضوع لجنة الحكام ده انا بقول لحضراتكم ان هو هيحصل، ولكن لن يسكت احد. نتمنى ان تنتهي جهات التحقيق واللجنة المكونة من قبل الوزير وزير الشباب والرياضة، أتمنى أن هم ينتهوا بسرعة من التحقيقات وتعلن نتائجها. محتاجين مزيد من الشفافية، محتاجين ردود أفعال واضحة على تساؤلات النادي الأهلي. هو ده اللي احنا عايزينه فقط لا غير.